أهلا بكم من جديد. تمكنت قوة كبيرة للاحتلال فجر الأحد من إعادة اعتقال الأسيرين اللذين حررا نفسيهما مناضل انفعات وأيهم كممجي من مخيم جنين، وكان الأسيرين قد تمكنا من الوصول إلى جنين بعد رحلة هروب وتخف استمرت نحو أسبوعين. وأظهر مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال لحظات تنفيذ العملية واعتقال الأسيرين، وقال جيش الاحتلال في بيان إن اعتقال الأسيرين تم دون إصابات في صفوفه، وإنهما نقلا إلى مركز لجهاز الشباك للتحقيق معهما. وحملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع، ودعت الجهاد الأجنحة العسكرية للمقاومة إلى البقاء بحالة جاهزية عالية للدفاع عن الأسرى. نتابع التقرير. تكشفت تفاصيل عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأسيرين الفلسطينيين أيهم الكممجي ومناضل انفعات من منزل في جنين شمال الضفة الغربية، وهما آخر أسيرين من أصل 6 كانوا قد فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة. جيش الاحتلال كشف أن عملية الاعتقال تمت بمشاركة وحدات اليمام والشباك ووحدة الاستطلاع، لتبدأ بعدها تحركات عسكرية نحو جنين بعد تحديد المنزل الذي كان يختبئ فيه الكممجي وانفعات. بدأ تنفيذ خطة الاعتقال بتحركات تمويهية من قبل قوات الاحتلال بغرض تجنب مواجهة كبيرة ومباشرة مع الفلسطينيين بالمدينة. جذبت قوات الاحتلال الانتباه في البداية بعيدا عن المنزل الذي كان فيه الأسيران. والد الأسير كممجي كشف أن ابنه اتصل به بعد محاصرة المنزل الذي كان يختبئ به، وأبلغه أنه سيسلم نفسه خشية منه على أرواح أصحاب المنزل ولعدم إلحاق الضرر بالسكان. وفعلا هذا ما حدث، وتمت عملية الاعتقال بسلاسة دون أي اشتباك مسلح. ومع اعتقال الكممجي وانفعات تطوى بذلك صفحة أكبر عملية هروب من سجون الاحتلال، وتنتهي أضخم عملية ملاحقة يطلقها الاحتلال، لأنها شكلت محطة فاصلة ومنعطفا مهما في مسار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وقصة يتداولها الفلسطينيون من جيل إلى جيل. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من رام الله سيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من غزة السيد حسن لافي الباحث في الشؤون الإسرائيلية والأسير المحرر. لو بدأت معك سيد حلمي الأعرج، هل أسدل الستار على تلك الملحمة؟ نعم، من جهة عملية إعادة الاعتقال للأبطال الستة أعيد اعتقالهم بعد عملية ملاحقة طويلة ومعقدة وشاملة استخدم فيها الاحتلال كل إمكانياته البشرية واللوجستية والعسكرية والتكنولوجية، وحتى استخدم عملائه للوصول إلى هؤلاء الأسرى، خاصة الأسيرين كممجي وانفعات. ولكن هذا لا يغطي لا على الفشل الذي لحق بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، ولا على الهزيمة التي لحقت بحكومة ودولة الاحتلال، وبقي نصر الأسرى شامخا تحقق على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، واستطاع هؤلاء الأبطال أن يضعوا قضية الأسرى وحريتهم من سجون الاحتلال. طيب سيد حسن، يعني رغم إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى الستة، ما هي الرسالة التي أوصلوها للداخل الفلسطيني وللخارج؟ في الحقيقة أنا أعتقد هناك رسائل كثيرة ومهمة بمستويات وباتجاهات متعددة، ولكن أهمها من وجهة نظرنا أن محمود العارضة ورفاقه قالوا وكرسوا معادلة أن إسرائيل التي تظهر نفسها أنها صاحبة السطوة الأمنية التي لا تقهر، الفلسطيني أيضا لديه إرادة المقاومة التي لا تهزم، في أقل الإمكانيات وفي أصعب الظروف وفي زنزانة في سجن يسمى الخزنة الفولاذية، يستطيع محمود وزكريا وأيهم ويعقوب ومحمد ونضال
أن يهزموا منظومة أمن إسرائيل الأكثر تعقيدا بأدوات قد لا تذكر. هذه هي الرسالة الأهم، أن شعبنا قادر على هزيمة الاحتلال مهما كانت الظروف صعبة. الأمر الثاني، أنا أتفق مع ما تفضل به الأستاذ حلمي الأعرج، الرسالة الأهم أن عنوان الوحدة الفلسطينية هي قضية الأسرى، كما توحد الفلسطينيون على قضية المصرى والقدس والشيخ جراح. هؤلاء هذه العملية وحدت الكل الفلسطيني على قضية الأسرى كقضية وعنوان وطني. في الآونة الأخيرة ومنذ أكثر من عامين تحاول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتحاول منظومة الاقتصاد المرتبطة بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تفتت هذه القضية وتميعها ويصبح نوع من أنواع الأسير، نوع من أنواع العبء على الشعب وعلى عائلته. هؤلاء الشباب أعادوا هذه كرسالة للوحدة الفلسطينية. الرسالة الثالثة أنا أعتقد وهي لها علاقة بالفصائل الفلسطينية، أن الفصائل الفلسطينية هناك إلزام وطني الآن يذكرون به محمود العارضة ورفاقه، وأن على الفصائل الفلسطينية البحث في كل الوسائل وأن يسيروا بكل الاتجاهات مهما كانت التكلفة من أجل تحرير هؤلاء الأسرى، لأن هؤلاء الأسرى هم جزء من القضية الفلسطينية لا يمكن تركها بالمطلق. وقضايا إنسانية لها تأثيرات كبيرة على قوة ومتانة الجبهة الداخلية الفلسطينية الشعبية. الأمر الذي وضح بهذا الفرح الكبير أثناء الهروب وهذا الحزن الشديد بعد إلقاء القبض. طيب سيد حلمي الأعرج، على ذكر الفصائل الفلسطينية، هناك من يرى بأن السلطة الفلسطينية والفصائل أيضا فشلت في تأمين الحماية لهؤلاء الأسرى، هل تؤيد ذلك؟ يعني الأسرى الأبطال الذين نجحوا بالهرب لم يستطيعوا الوصول إلى أي طرف حتى يؤمن لهم الحماية من عدمها، لا سيما أن الأربع الأوائل قد أعيد اعتقالهم وهم في أراضي 48، فلسطين المحتلة 48، أي لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والضفة الغربية، وهناك ربما يكون ملاذهم أكبر وأوسع. وكذلك الاحتلال سخر كل إمكانياته الهائلة التكنولوجية وسواها ونجح في المحصلة، ولكن هذا النجاح لا يغطي على الفشل الذريع وعلى الهزيمة النكراء ولا على الإنجاز التاريخي الوطني الكبير الذي حققه أسرانا، باعتبار قضية الأسرى هي قضية حرية وليس كما يصفها الاحتلال هؤلاء إرهابيون ويلاحقهم حتى في كوتهم ورواتبهم ومكانتهم السياسية. هذه رسالة للعالم أجمع، أن الشعب الفلسطيني له أسرى يتطلعون للحرية وهم ناضلوا من أجل حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله. شكرا لك سيد حلمي الأعرج، مدير مركز دفاع عن الحريات، كنت معي عبر الهاتف من رام الله. سيد حسن لافي، يعني هناك سؤال كبير، الأسيرين الأخيرين اللذين أعيد اعتقالهما اليوم اعتقلا في جنين في مناطق السلطة الفلسطينية، واضح أن الاحتلال تحرك بأريحية هناك، وبالتالي سؤال كيف تم الوصول إلى هذين الأسيرين؟ هل من دور ما للسلطة الفلسطينية؟ يعني بداية إسرائيل سخرت كل ما لديها من إمكانات وتقنيات أمنية للوصول لهؤلاء الأسيرين. حتى الآن لم يثبت أن السلطة الفلسطينية لها دور في تسليم أو إبداء معلومات عن هؤلاء الأسيرين بالمناسبة، ونتمنى أن لا يثبت ذلك. الأمر الثاني له علاقة بالسيادة. السيادة الفلسطينية مفقودة في مناطق الضفة الغربية. هذا الوهم الذي اسموه اتفاق أوسلو الذي يعني يعطي الفلسطيني وهم السيادة،
منذ عام 2002 لا سيادة فلسطينية لا على مناطق ألف ولا على مناطق باء ولا على أي شبر في الضفة الغربية. لذلك الإسرائيلي للأسف الشديد يأخذ كامل حريته وبغطاء من اتفاق أوسلو وسلطة فلسطينية. شكرا لك سيد حسن لافي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معي عبر الهاتف من قطاع غزة.